مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في كل مكان اينما كنتم انا سادتي وسادتي في كل مكان انطلق على حضراتكم شوط الجعدان الصعود ايضا من مسافة 1200 متر مباشرة مع المركز الاول الشبابي جاسم بن محمد الربيعي المنطلق في هذه اللحظات. المركز الثاني مظهور احمد بن سليم السيفي على المركز الثاني والمركز الثالث جبار خالد بن سعيد الربيعي. هذه النتيجة للثلاثة المراكز الاولى المنطلقة. واعود الى المركز الاول المندفع في هذه اللحظات، هنا الشبابي مع المركز الاول المنطلق في هذه اللحظات جاسم بن محمد الربيعي منطلقا نحو الناموس والانتصار باحثا عن المركز الاول في الشوط الاول الجعدان الصعود. يا سلام الشبابي مع المركز الاول منطلقا نحو الناموس والانتصار، وهذا النوع المميز والجيد اللي ينطلق هناك مع اول المنطلقين. الشبابي 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 بدا يباعد على الجميع، بدا يباعد نحو الناموس والانتصار متجها نحو المنصه الرئيسيه، يبي يهدي الربيعي هذا الناموس الجميل والناموس المثير. حرك الربيعي حرك، هنا نبي حركات الشبابي في الامثال الاخيره منطلق نحو الناموس والانتصار ونحو التحدي الجميل. جاسم بن محمد الربيعي منطلقا مع الشبابي في هذا التحدي الجميل والتحدي المثير. الله 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 على هذا الاداء الرائع والاداء المميز، تهانينا والناموس الجاسم بن محمد الربيعي على انتزاع الشبابي بدون منافس وبدون اي اوامر. تذكر من مالك هذا الشعار المركز الثاني كان هناك مذخور احمد بن سليم السيفي توقيت زمني دقيقه 42 72 جزء من الثاني، تهانينا والناموس.